بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كانت بيعة العقبة الثانية في العام 13 من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت في موسم الحج في اليوم الثالث، اليوم الأوسط من أيام التشريق بعد ثلث الليل عند العقبة التي في منى، وكان فيها 73 رجلا من الأنصار من أهل المدينة وامرأتان بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أمور معينة محددة. فقد بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم وبايعهم النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمقرع، وعلى النفقة في العسر واليسر، وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى القيام في الله لا تأخذهم في الله لومة لائم، وعلى أن يمنعوه هو وأصحابه إذا قدموا إليهم المدينة مما يمنعون منه النساء والأولاد. وتمت البيعة على هذا، وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أخذت وأعطيت، أخذت منكم البيعة على هذه الشروط وأعطيت لكم إن أنتم وفيتم بها الجنة. والنبي لا يعطي من عند نفسه عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مبلغ عن الله. وقال الله عز وجل: إن الذين يبايعونك تحت الشجرة إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. فالذي يبايع النبي صلى الله عليه وسلم هو في الحقيقة يبايع الله عز وجل، يعطي الله ويأخذ من الله عز وجل. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فهم يبايعون الله عز وجل ويأخذون من الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة والسلام مبلغ عن الله سبحانه وتعالى. تمت هذه البيعة وانصرف الأنصار راجعين إلى المدينة. وقد تعرض سعد بن معاذ سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه للاعتقال، اعتقلوه. أما المنذر بن عمرو فقد أعياهم ولم يستطيعوا أن يمسكوا به، أمسكوا بسعد بن عبادة وقيدوه وربطوه وضربوه، عذبوه. وهذا هين ويسير في سبيل الله عز وجل. سعد بن عبادة سيد من السادات وشريف من الأشراف وكبير وجيل، ومع هذا ضرب، لا يهم، لا يغضب لنفسه، وإنما كل هذا يهون في سبيل الله عز وجل. وتم الإفراج عن سعد بن عبادة ورجع إلى المدينة، والحمد لله رب العالمين. لما رجع الأنصار من موسم الحج إلى المدينة عز وجل أكثر وأكثر، واستجاب لهم عدد كبير من أهل المدينة. تحب الشيخ أشرف نتوقف قليلا ولا نكمل؟ نعم، طيب.
فتمت الاستجابة لهؤلاء الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هنا نقف وقفة. هؤلاء الأنصار الذين بايعوا لما رجعوا إلى المدينة ماذا تظنون أنهم يفعلون؟ سينقلون إلى المسلمين في المدينة بنود البيعة، سيقولون لهم بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة، وبايعناه على النفقة في العسر واليسر، وبايعناه على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبايعناه على أن نقوم في الله، لا تأخذنا في الله لومة لائم. سينقلون هذه البنود إلى أهل المدينة، سيقولون لأهل المدينة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نحميه وأصحابه إذا قدموا إلينا، مما نحمي منه النساء والأولاد. وإحنا نتوقع أن بقية المسلمين الذين غابوا عن البيعة، بقية المسلمين الذين لم يشهدوا بيعة العقبة الثانية، إحنا نتوقع أن هم دخلوا كمان في البيعة. كيف؟ تذكرون النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم 12 نقيبا، كل نقيب حيرجع ويأخذ السمع والطاعة من قبيلته ومن أقاربه لصالح النبي صلى الله عليه وسلم. في ناس مسلمين هيبيعوا، أو على الأقل هيلتزموا ببنود البيعة، يعني هم كمان هيقولوا علينا إيه؟ يجب علينا السمع والطاعة، ولا السمع والطاعة للي بيعوا النبي بس؟ واضح؟ ما بقيت أهل المدينة هيخشوا في السمع والطاعة من المسلمين يعني، وبقيت أهل المدينة هيلتزموا بالنفقة في العسر واليسر، وبقيت أهل المدينة من المسلمين هيلتزموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبقيت أهل المدينة من المسلمين هيلتزموا بأن يقوموا في الله، في الدعوة إلى الله وبحماية دين الله عز وجل وعباد الله الصالحين، ولا تأخذهم في الله لومة لائم. سينطقون بكلمة الحق ويدعون إلى هذا الدين العظيم، ولا تأخذهم في الله لومة لائم، وسيلتزمونهم أيضا بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ فالذين غابوا عن البيعة، ممكن بس توطي الصوت شوية، المكنة، وطي المكنة شوية. فالذين تغيبوا عن البيعة سيلتزمونهم أيضا بشروط البيعة. هذه تذكرة في غاية الأهمية. لما الأنصار رجعوا المدينة وبلغوا البيعة للغائبين عنها، تمت الدعوة إلى الإسلام أكثر وأكثر، وانتشر الإسلام في المدينة أكثر وأكثر، وقاموا بهذا الواجب. يعني مثلا من بنود البيعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما رجعوا المدينة قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وعندنا نموذج سوف نتكلم عنه الليلة إن شاء الله. هذا النموذج أصحابه من الشباب، وهم عمرو ومعاذ. ده نموذج بيبين لنا كيف ان الانصار التزموا بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر. عندنا عمرو بن الجموح، هو اسلم فيما بعد، وقصة اسلامه هي اللي بنحكيها هذه الليلة. هذه الليلة كان عمرو بن الجموح سيد من سادات المدينة وشريف من اشراف المدينة،
وكبير من كبراء المدينة، وجيه من الوجهاء، يعني مطاع، له كلمة مسموعة. احنا يا شيخ نلغي بقى المكتبة دي عشان ما تشغلناش دلوقتي، ونكتفي بال خلاص نلغي. نقول أما عمرو بن الجموح، نعم لا فيها. أما عمرو بن الجموح نقول كان سيدا من سادات المدينة، من أشراف أهل المدينة، من الكبراء، وكان له صنم اسمه مناة، وأهل المدينة كانوا يعبدون مناة، الصنم اللي اسمه مناة يعبدوه. وأهل المدينة لما كانوا يروحوا يحجوا، لما كانوا يروحوا يحجوا كانوا يتركون قص الشعر، فيقصون الشعر عند مناة. مناة ده الصنم بتاعهم الكبير الأساسي، بعيد من المدينة قليلا، بين مكة وبين المدينة ناحية البحر، ده المقر والمركز بتاع الصنم اللي هو مناة. فهم راجعين من الحج يروحوا عند مناة يحلقوا، ويروحوا عند مناة يذبحوا، الذبيحة بتاعتهم يذبحوها عند مناة، اللي بتتذبح في الحج ما يذبحوهاش في مكة ولا في منى، يذبحوا الذبيحة عند مناة هناك، وكمان يحلقوا عند مناة. ده أهل المدينة قبل ما يخشوا في الإسلام. وكمان كان السادة الكبراء كل واحد عامل نسخة من الصنم في بيته، عامل مناة في البيت. ده الأغنياء السادة الكبراء الوجهاء كل واحد عنده مناة في البيت، عنده صنم. واضح؟ كانوا بيعملوا ايه بالاصنام دي في البيت؟ الواحد منهم وهو طالع من البيت كان يتمسح بالصنم بتاعه، يطلب منه البركة، يعني هو طالع البيت ويطلب منه الحماية والحفظ، يعني انا طالع، كان يقول له لما طالع انا في حماك. واول ما يخش البيت برضو اول حاجة يعملها انه يتمسح بالصنم، يطلب منه البركة. ده الشرك، الكفر اللي كان عليه الناس في الجاهلية، اللي يخش البيت يتمسح بالصنم قبل ما يسلم على أهل البيت، قبل ما يعمل أي حاجة يسلم على الصنم، وقبل أن يخرج من البيت يتمسح بالصنم أيضا. فدي صورة من صور الشرك اللي كان عليها الناس في الجاهلية. طبعا في الإسلام، في الإسلام كل هذا انهدم الحمد لله عز وجل، والنبي علمنا التوحيد. بقى الإنسان أول ما يخش البيت يسلم على أهله ويصلي ركعتين، دي سنة مفقودة ومجهولة، النبي علمها لنا عليه الصلاة والسلام. والإنسان قبل ما يطلع من البيت برضو يصلي ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا دخلت بيتك فصلي ركعتين يكن لك أمان في بيتك، وإذا خرجت من بيتك فصلي ركعتين يكن لك أمان خارج البيت. قبل ما تطلع من البيت تصلي لله، توحد الله عز وجل. مع الصلاة دي توحيد عملي، توحيد عملي. ربنا يحفظك طول ما انت بره البيت، ولما تخش البيت صلي لله برضو ركعتين، ربنا يحميك ويحفظك طول ما انت في البيت. ادي التوحيد. بتوع الجاهلية لما كانوا يخشوا البيت يتمسحوا بالصنم عشان يحميهم، وقبل ما يطلعوا من البيت يتمسحوا بالصنم عشان يحميهم. طب المسلمين يعبدون الله، يعبدون الله لا يشركون به شيئا،
فمن التوحيد قبل أن تخرج من البيت أن تصلي ركعتين، ومن التوحيد بعد أن تدخل البيت تصلي ركعتين. فالنبي كان بيلغي أمور الجاهلية وعادات الجاهلية ويبدلها بأمور الإسلام، توحيد، أمور الإيمان، العبودية لله عز وجل. نرجع لعمر بن الجموح، كان عنده صنم اسمه مناه، وهو مناه ده اللي كان أهل المدينة بيعبدوه في الجاهلية، ولما ينتهوا من الحج يروحوا يذبحوا عنده ويحلقوا عنده. فالسادة الكبراء كل واحد عنده نسخة من الصنم، عنده صنم خصوصي في البيت يتمسح به أول ما يخش، يتمسح به قبل ما يخرج، ويسجد له ويطلب منه إلى آخر هذه الأمور الشركية. عنده في البيت ابن معاذ ابن عمرو بن الجوح. عمرو بن الجوح كان بيعرج وهو ماشي، كان عنده شيء من العرج، وسيد، والسيادة بتاعته بأفعاله، عنده أموال، عنده مواقف، عنده كلمة، عنده حضور، عنده بذل، فأصبح سيد في وسط الناس، له كلمة، مطاع، عنده أموال وعنده أفعال، عنده سن، له مركز، له وجهة في قومه. ابنه معاذ بن عمرو بن الجموح، معاذ شهد بيعة العقبة الثانية، يبقى بايع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لأ؟ بايع، بقى ملزم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا لأ؟ ملزم. صاحبه معاذ بن جبل، الاثنين أصحاب والاثنين من الشبان، الشباب، فتية صغار السن. فاتفق الاثنين، اتفقوا مع بعض إن بالليل لما ينام عمرو بن الجموح يأخذ الصنم ويهيناه، يهين الصنم ويلقوه في مكان قذر. وفعلا لما كان عمرو بن الجموح ينام، ابنه كأنه يفتح الباب شاب ويخش معاه معاذ بن جبل ويشيلوا الصنم. الصنم ده كان من الخشب، من الخشب، فيشيلوا الصنم وينطلقان به إلى حفرة كانت بنو سلمة عيلة عمرو بن الجموح كانوا يلقون فيها العذرة، البراز، الغائط، المخلفات، القاذورات، النجاسات. حفرة كبيرة بيرموا فيها القاذورات دي والنجاسات دي بعيد، فكانوا يشيلوا الصنم هما الاثنين قصاد بعض خشب، وروحوا في الحفرة النجسة هذه القذرة المنتنة ويلقيان بالصنم. أهو ده تغيير منكر. يصبح عمرو بن الجموح، أين الصنم؟ عايز يطلع من البيت، عايز حاجة يمسح فيها بقى، مسح فيها، عايز البركة وعايز الحماية وعايز وعايز، فين الصنم؟ فين الإله بتاعه؟ مش لاقيه. فيقعد يدور عليه في المدينة دول لحد ما يلاقيه في الحفرة القذرة هذه المنتنة النجسة. فراح جابه وغسله وطيبه وطهره، نظفه يعني، غسله وطهره وحط له ريحة، عطره كده وروقه كده، وراح جه حط مكانه خلاص. بس ما عرفش، هو ما عرفش ايه اللي عمل فيه كده، ايه اللي حصل، ما عرفش. بالليل نام عمرو بن الجموح، فمعاذ رضي الله عنه فتح الباب لمعاذ، يلا المهمة بقى بتاعت نص الليل دي، أو حاجة حلوة أوي، ده شبان يعني ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الاتنين شالوا الصنم، وعمرو بن الجموح نايم مش حاسس بحاجة، وخدوا الصنم وعارفين هم السكة بقى، عارفين المكان اللائق بهذا الصنم، هو ده اللي يليق بيه. فراحوا على المكان اللي الحفرة إياها المليئة بالنجاسات والقاذورات، ورموا الصنم ورجعوا كأن إيه
يعني معاذ بن عمرو بن الجموح رجع البيت وبات في البيت كأنه ما عملش حاجة. يوم عمرو بن الجموح، فين الإله؟ فين الإله؟ ما لقاهوش. مين اللي عمل في كده؟ لا أدري من فعل هذا بإله، ما أعرفش مين اللي عمل في كده. الإله اتسرق، الإله اتخطف، الإله فقد، الإله ضاع، الإله ما أعرفش إيه. فيطلع عمرو خلاص عرف السكة بقى، بدل ما قعد يدور زي الليلة اللي فاتت الصبح اليوم اللي فات، عرف السكة راح على الحفرة، لا متلقح هناك. وبعدين معاذ ومعاذ كانوا إيه؟ أذكياء، وكانوا بيكرهوا الأصنام جدا. فلما كانوا يرموا الصنم ده كانوا يرموه إزاي؟ منكس، يعني على إيه؟ على رأسه كمان، مش يحطوه قف على رجليه، لا ده على رأسه مقلوب وحالته حالة، ورأسه بتلطخة ومتوسخة ومتبهدلة. فيروح عمرو بن الجموح المكان يلاقي الإله بتاعه الصنم متلقح هناك ومتشقلب ومتلوس ومتوسخ وحالته حال. طب انت هتعدي في الطينة دي، هتعدي في القاذورات، هتعدي في الوسخ، كان بيعدي ويجيبه ويشيله ويرجعه البيت، اغسل نظف هات الطيب هات العطر، ويقعد يعطره ويروح جاي موقفه على رجليه تاني عدله. ليلة تالتة عملوا فيه كده، وليلة رابعة وأكثر من كده. فلما أكثروا علي، لما الحكاية كترت ليلة والتانية والتالتة والرابعة، لما كترت فجاء بسيفه السيف بتاعه وربطه في الصنم بالليل وقال، قال له: هذا هو السيف، من فعل بك فانتقم منه. امتنع بقى، امتنع، يعني اللي يجي يقرب منك اضربه بالسيف، احمي احمي نفسك، دافع عن نفسك. يا حاجات اللي الانسان ما يتخيلهاش بعقله، مش كده؟ ما هو بعد كده بقى يستغرب من اللي كان بيقوله واللي كان بيعتقده. انما حط السيف في رقبة الإله بتاعه وقال له امتنع بقى، اللي بيجي يعمل فيك كده بيسرقك ويخطفك ويبهدلك ويرميك ويوسخك، دافع عن نفسك. وبعدين بيقول له: والله لو أعلم من الذي يفعل بك هذا لمنعته. قال له: أعرفه مين؟ ما كنتش خليتك أنت تعمل كده، كنتش اديتك أنت السيف. ونام نام. شوف بقى الشابين، طب انت عملت كده، طب جبت سيف، طب شوف اللي هيجرى بقى. برضو بالليل معاذ بن عمرو بن الجموح فتح الباب لمعاذ بن جبل. معاذ بن جبل ده سيد العلماء يوم القيامة، سيد العلماء يوم القيامة رضي الله عنه وارضاه. دخلوا الاثنين وشالوا الصنم التمثال، والمرة دي طالما هو غير عمرو بن الجموح فغيروا هما كمان، بدل ما يروحوا على الحفرة راحوا على بير، بير. وكمان لقوا كلب ميت، كلب ميت، وانتوا عارفين الكلب الميت بيبقى عامل ازاي. فخدوا الكلب الميت وراح جينا رابطينه في مناه في الإله ورامينه في البير. يلا انت حطيت سيف واحنا حطينا لك معاه كلب ميت. قام عمرو بن الجموح مش لاقي الإله بتاعه، راح على الحفرة إياها ما لقاهوش. إيه الحكاية؟ إيه اللي اتغير ده؟ أنا سيب له سيف كمان المرة دي، لا السيف ولا في الحفرة. قعد يدور في المدينة لحد ما لقاه في بير مربوط هو وكلب. فأبصر من ساعته، ساعتها أول ما لقاه في الصورة دي متكتف هو وكلب، كلب ميت. فاق في ساعتها، عقله جه بقى في اللحظة دي، قال: لا ده الموضوع كده يا زاد، ده كده ما ينفعش إله، يعني كده ما ينفعش. وكلمه من أسلم من قومه، اللي أسلموا من قومه كلموه بقى، وده ينفع، هو ده كلام، وده يصح، هو ده العقل، هو ده إله، هو ده دين، هي دي عبادة، هو بينفع.
هو بيضر، هو بيسمع، هو بيبصر، هو بيملك، هو بيحمي، هو كذا هو كذا. قعدوا يكلموه ويذكروه النافع هو الله، والضر هو الله، والفعال هو الله، والمعبود هو الله. فذكروه بالله وكلموه في الإسلام فأسلم وقال هذه الأبيات: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لك إلها مستدني الآن فتشناك عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن الواهب الرازق ديان الدين. فوالله فلولا أن الله أنقذني لكنت في حفرة القبر مرتهن. فهذه الأبيات قالها عمرو بن الجموح عن الصنم، قال: والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. ما كنتش أنت والكلب في وسط البير، إن البير ده آخر حاجة ترمى فيها غير الحفرة إياها، ده بيه حاجة جديدة. قال له: لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن، مقرونين مربوطين مع بعض. أف لك إلها، خلاص اتبرى منه، مستدني يعني في دنو، الآن فتشناك، عرفتك دلوقتي عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن يحمد الله عز وجل. الحمد لله بعد ما كان بيحمد الصنم يحمد الله عز وجل ذي المنن الواهب الرازق ديان الدين. فلولا أن الله أنقذني، ما قولش يا ابني أنت يا ابني أنقذتني، وأنت يا معاذ بن جبل أنقذتني. هو عارف دول أسباب، والمنقذ هو الله، والمنجي هو الله، والمغيث هو الله، والحافظ هو الله. الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لولا أن الله أنقذني لكنت في حفرة القبر مرتهن. لو مت على كده كنت بقى يعني هبقى مرتهن بالشرك والكفر اللي كنت أنا فيه. وأسلم عمرو بن الجموح، وله مواقف في الإسلام سوف نذكرها فيما بعد إن شاء الله إن كان في العمر بقي. شفت الشباب؟ شفت معاذ ومعاذ؟ إيه رأيكم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ده؟ أصل واجب. معاذ بن عمرو بن الجموح شايف المنكر جوه بيته، شايف المنكر جوه البيت، شايف الشرك جوه البيت، شايف الكفر جوه البيت، شايف الصنم، شايف التمثال، شايف الإله الباطل، شايف المنكرات، يسكت؟ البيعة مش كده. البيعة أمر بمعروف ونهي عن المنكر، أمر بالمعروف ونهي عن المنكر، ملزمة. خلاص يبقى يغير، هيغير المنكر ده ازاي؟ ازاي يغير المنكر ولا يترتب عليه منكر اخر؟ هذه المسألة. ومن غير تحدي، من غير ما يقول لابوه مثلا: هو ده الصنم بتاعك؟ هكسره لك. مع بعض الشباب كده يعني يبتدي يتحدى ابوه بقى، يروح كده مثلا في البيت: انت يابا تتفرج على التلفزيون؟ تتفرج على التمثيلية؟ والله لا بوظه، والله لا خربه. ايه ايه الطريقه دي؟ ما تخربه يا اخي بدل ما تقول له، ما تبوظه بدل ما تقول. انت لازم تقول: طب والله لا بوظه، طب والله هتشوف انا اعمل ايه، طب والله هعمل واسوي. الطريقه دي غلط، هيمسكك يرنك حلقه، ده ممكن، او يكرشك بره البيت، او هيروح يبلغ عنك بقى اهلك، عمك وخالك يجي هم يتصرفوا عنك معاك لو كان مش قادر يتصرف معاك، يا اما يبلغ في حته تانية. عندنا ارهابي في البيت، بلاش ارهابي، متطرف، متزمت، متعصب، وهابي، رجعي، متزمت، متخلف، كل الميم دي. لا ولا ميم، ها؟ ادي الصحابه هم، ادي معاذ ومعاذ شبان.
شوف موفقين، ما قالش لابوه حاجة ولا تحداه ولا اتكلم. بالليل يفتح الباب لصاحبه شيل ويروحوا يرموه في حفرة كده قذرة منتنة نجسة، ولا من شاف ولا من دري، لا الأب حس ولا أي حاجة. وإلا ممكن طالما مش عارف يعني يا ترى مين ابني ممكن يعمل كده، مال مين؟ حرامي لص، ما هو عايزه برضو يفكر، عايزه يشغل مخه يشغل عقله. ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه برضو يعين، بيعين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرات. فما شاء الله لا قوة إلا بالله، دي نماذج طيبة للشباب أهل المدينة. وزي ما قلت لك معاذ بن عمرو بن الجموح هنشوف له دور في غزوة بدر دور ما نتخيلوش رضي الله عنه وارضاه. أما معاذ بن جبل فكما ذكرت لك منذ قليل فهو سيد العلماء وسلطان العلماء. قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ بن جبل: يقدم العلماء يوم القيامة رمي بحجر قدام كل علماء الدنيا، سابق لكل علماء الدنيا، هيجي قدام العلماء رمي بحجر، يعني في مسافة بينه وبين العلماء. معاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه. فده أمر زي ما قلت لك للشباب، تصرفات الشباب بينهى عن المنكر بطريقة سليمة لا يترتب عليها منكرات، لا يترتب عليها أضرار ولا أذية، لا لمعاذ بن عمرو بن الجموح ولا لمعاذ بن جبل ولا لبقية المسلمين في المدينة ولا أي شيء. وفي نفس الوقت بيديله فرصة أنه هو يفكر. فراح رمى الصنم في حفرة ليلة والتانية والتالتة والرابعة، والآخر راح رماه في البير. وده بيدي لك يعني تصور عن أهل الجاهلية كيف كانوا بيلغوا عقولهم، إزاي عقله رايح، إزاي مشغلش عقله ولا يشغل مخه، إزاي يتعلق بالصنم، إزاي بيعبده وهو الصنم أصلا لا مش قادر يحمي نفسه، كيف يحمي غيره، لا بيسمع ولا بيبصر ولا يملك حولا ولا قوة ولا موتا ولا حياة ولا نشورا ولا نفعا ولا ضرا، ملكش أي حاجة. شوف الإسلام حرر العقول، الإسلام ارتقى بالعقول، الإسلام ارتقى بالناس، على الناس. والكرامة في توحيد الله عز وجل، العقل ان انت توحد الله لا تشرك بالله شيء. فدي بعض الأعمال بعض الأنصار عملوها في المدينة بعد العودة من بيعة العقبة. النبي عليه الصلاة والسلام كلم المسلمين في مكة بعد البيعة، قال: إني أريت دار هجرتكم، دار هجرتكم إلى سبخة بين لابتين. والنبي قال للصحابة: إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها، لأن الصحابة كانوا يعذبون في مكة، كانوا يضطهدون، كانوا ينكل بهم ويضيق عليهم في مكة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جعل لكم دارا، إن الله جعل لكم إخوانا ودارا تأمنون فيها. إخوانكم دول الأنصار، المعنى يعني الأنصار، والدار هي المدينة. مش كده وبس، ده النبي قال للصحابة: رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى دار ذات نخل، فذهب وهلي إلى أنها اليمامة أو هاجر فإذا هي المدينة. فالنبي قال لهم: وأنا كمان ههاجر، إني رأيت في المنام أني أهاجر من مكة
إلى دار ذات نخل، فذهب وهلي إلى النهل يمامة أو هجر، فإذا هي المدينة. فالنبي بين الصحابة إنه هو هيهاجر المدينة، وإن هو شاف دار الهجرة بتاعت الصحابة وهي كمان المدينة، يبقى خلاص يبقى دي الهجرة بالنسبة له. ونزل قول الله تبارك وتعالى: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فهم عرفوا أن هم إيه؟ هيخرجوا من الديار وهم مظلومين، فالأمور بقت واضحة جدا. القرآن نزل أن هم هيخرجوا من مكة، والنبي بلغهم أن هم هيهاجروا من مكة يروحوا المدينة، وأن النبي كمان هيهاجر يروح المدينة، فأذن لهم بالهجرة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى يؤذن له بالهجرة. فالصحابة بدأوا يهاجروا، فأول واحد بدأ يهاجر من الصحابة سيدنا أبو سلمة رضي الله عنه وأرضاه. قيل إن سيدنا أبو سلمة هاجر قبل البيعة، قبل بيعة العقبة، وقيل يعني غير ذلك، فالله أعلى وأعلم. المقصد أنه أول من هاجر من الصحابة من أهل مكة، وأبو سلمة رضي الله عنه كان قد هاجر قبل ذلك إلى الحبشة، هاجر قبل كده الحبشة وحيهاجر مرة تانية للمدينة. ده إنسان مهاجر في سبيل الله عز وجل، هذا إنسان سياح في البلاد، يتنقل في البلاد، صاحب أسفار في سبيل الله عز وجل، مع زوجته بيهاجر بيها حفاظا على دينه، حفاظا على إيمانه، حفاظا على إسلامه، لا يبالي بالهجرة، وهي صعبة، الهجرة صعبة، فيها مفارقة للأهل، فيها مفارقة للوطن، فيها مفارقة للأقارب، فيها مفارقة للعمل، فيها مفارقة لكل شيء. سيترك كل شيء في سبيل الله، سيهاجر إلى بلد لا يعرف فيه أحدا، ليس له قرابة فيه، ليس له أهل فيه، ليس له مهنة ولا عمل، ليس له ملك، ليس له بيت، ليس له أرض، ليس له فيه أي شيء. أمر صعب جدا أن يسيب كل حاجة ورايح في حتة ملوش فيها أي حاجة. المهم عنده أن يحافظ على دينه وعلى إيمانه، يعبد الله عز وجل بحرية. فهاجر إلى الحبشة ومعه الزوجة أم سلمة، وعاد من الحبشة، وها هو ذا يهاجر إلى المدينة، إلى المدينة، سياح في البلاد، طواف في البلاد، صاحب أسفار وتنقلات وحركات، لا يبحث عن الراحة والاستقرار. واحد ممكن يقول لك أنا عايز استقر في بلد، أنا عايز ارتاح، أنا عايز كذا. أنت ترتاح وتعرض دينك للرياح العاتية، تعرض إيمانك للزوال، تعرض دينك للنقصان، وتعرض نفسك للفتن من أجل الاستقرار ومن أجل الراحة؟ لا، الدين أهم والإيمان أهم. أتعب في الدنيا، أتجول في البلاد، سياح، أتنقل، أسافر، المهم أن أحافظ على ديني، وأن أحافظ على إسلامي، وأن أحافظ على إيماني. هكذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الدين أهم عندهم من أي حد، أهم من الأقارب والعيلة والأهل والشغل والملك والبيت والأرض. فأبو سلمة رضي الله عنه وارضاه أعد بعيرا جملا، وحمل عليه زوجته أم سلمة وابن سلمة، وأراد أن يخرج من مكة. أبو سلمة رضي الله عنه عيلته اسمها بنو أسد، هو اسمه أبو سلمة اسمه عبد الله بن أسد، وأم سلمة اسمها هند بنت أبي أمية ابن المغيرة،
فدلوقتي بنو أسد عيلة أبو سلمة، وبنو المغيرة عيلة أم سلمة. هو طالع بيها على الجمل وابنها سلمة صغير في حجرها. وتخيل لما تحط ولد في الحجر يبقى قد ايه الولد ده؟ صغير. فتدخل بنو المغيرة، راحوا ناحية الجمل، وأبو سلمة يقود الجمل على قدميه، هو معاه جمل واحد بس اللي حيلته، فمركب الزوجة والولد هو ماشي آخذ بخطام الجمل، الزمام بتاع البعير، هو سايقه وماشي طالع من مكة سايب البلد. فأما بنو المغيرة فقالوا له: هذه نفسك قد غلبتنا عليها. طب انت نفسك، انت حر في نفسك، هتهاجر وتسيب البلد وتسيبنا، انت حر نفسك. ولكن هذه المرأة تخصهم، بنتهم، قريبتهم، رفضوا أن تذهب معه فأخذوها. قالوا أنت تروح بنفسك، روح أنت لوحدك وسيب لنا دي تبعنا من عيلتنا قريبتنا. طب دي زوجته، لا ممنوع تهاجر. ليه ممنوع؟ المرأة مع زوجها في أي مكان. قالوا ممنوع. فأخذ المرأة الزوجة أم سلمة، أهلها عيلتها خدوها. فتدخل بنو أسد عيلة أبو سلمة، راحوا للعيلة الثانية قالوا: أخذتم ابنتكم، طب دي بنتكم وانتوا خدتوها. سلمة الاب ده بقى ده من عيلتنا احنا، اللي واخد اسم ابوه ده يبقى من عيلتنا احنا، عايزين ابننا. فبدأوا العيلتين بنو أسد وبنو غيرة يشدوا في الولد الصغير حتى انخلعت يده، ده يشد وده يشد وده يشد ويشد لحد الولد الصغير ايديه اتخلعت او كتفه اتخلع، وخدوه بنو أسد. فبقت أم سلمة عند عيلتها بنو المغيرة، وبقى سلمة عند بنو أسد، وأبو سلمة بقى لوحده. فانطلق إلى المدينة، هاجر، راح المدينة، كمل المدينة، والأسرة دي اتشتتت، ما كل واحد في حتة. جوا اللي حصل. أما أم سلمة فكانت كل يوم تخرج إلى البطحاء تبكي إلى غروب الشمس، تطلع الصبح تقعد تعيط على حالها وابنها وزوجها والأسرة، هجرت الحبشة وجيت تهاجر المدينة ما عرفتش، والأسرة اتفرقت واتشتتت، جوزها في حتة وابنها في حتة وهي في حتة، تقعد تبكي على أحوالها وعلى نفسها الصبح لحد غروب الشمس. حد سأل فيها؟ أبدا. عيطي، كأنهم يقولوها عيط إن قريبها مش على الإسلام، عيطي اتفلقي موتي من العياط. تاني يوم تطلع تعيط، تالت يوم تطلع تعيط، رابع يوم، عدى أسبوع، أسبوعين، شهر، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمس، سنة وهي تعيط، مدة طويلة جدا أو قريب من السنة، حتى رق لها واحد من بني عمومتها قال: أما تتقون الله في هذه المسكينة؟ أما ترحمون هذه المسكينة؟ هتموت من العياط، هتموت، هتتفلق من العياط. أما ترحمون هذه المسكينة؟ رق لها، فرقوا لحالها وقالوا لها: انطلقي إلى زوجك إن شئت. عايزة تروحي له؟ خلاص روحي له. طب الحمد لله الفرج جه أهو، هتروح أم سلمة. طب وبعدين؟ وقبل أن تخرج إلى زوجها انطلقت إلى بنو أسد. راحت لسلمة بقى، يا ترى تربى إزاي سلمة؟ مين كان بيوكله؟ مين كان بيشربه؟ مين كان بيلبسه؟ مين كان بيغير له؟ مين كان بيحميه؟ مين اللي كان بيرعاه؟ أحوال صعبة جدا، تخيل الأم وهي محرومة من ابنها، أوضاع صعبة جدا. فراحت لبنو أسد وذكرت لهم أن أهلها سمحوا لها بالانطلاق، فأعطوها الولد، ادولها الولد. الحمد لله الشم بدأ يتجمع تاني. خدت سلمة واستأجرت بعيرا
وأرادت أن تنطلق إلى المدينة. طيب ما حدش يروح يوصلها؟ طب يا أخواتها حدش يروح معاها؟ طب يا قابلتها يا عيلتها ما حدش يروح يوصلها؟ ولا حد فكر، مش متعاطفين معاها، أصل هم ضد الإسلام وضد المسلمين، حدش يتعاطف معاها في النقطة دي. طب يا أهل أبو سلمة ما حدش يروح يوصلها مع الولد؟ برضو ما حدش راضي ولا حد فكر. فتوكلت على الله، جابت بعير، استأجرت بعير وخدت ابنها ومهاجر رايحة المدينة. دي امرأة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، قوية دي، بقت أمنا أم سلمة بعد ذلك. طلعت يدوبك طلعت من مكة، لما كانت مرت بالتنعيم، التنعيم برا مكة على طول أول الحل بعد مكة. فإذا هي بعثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة، قال إلى أين يا ابنة أبي أمية؟ رايحة فين؟ لوحديها. قالت إلى المدينة. قال لها أو معك أحد؟ حد معك جاي حيوصلك في السكة؟ قالت ليس معي إلا الله وابني هذا، ربنا معانا، معيش غير ابننا. قال والله ما لك مترك، انت ما تسبيش. فين اهلها؟ ما فيش. فين اهل ابو سلمة؟ ما فيش. قال لها بس انت ما تسبيش. العربي بقى، العربي عنده نخوة، عنده مروءة، عنده شجاعة، عنده حمية، عنده عزة، عنده عفة. العرض، العرض عنده أمر كبير جدا، هيسيبها تمشي في الصحراء؟ هيسيبها تمشي كده في الطريق؟ قال والله ما لك مترك، انت ما تسبيش. هو مش مسافر، ده لسه ما اسلمش، ده هيخش بالاسلام بعد صلح الحديبية، بعد صلح الحديبية سنوات، 6 سنين عبال لما دخل في الاسلام بعد كده. إنما تشوف أوصافه، صفاته، تصرفاته. فخدها هي ركب على الجمل وهو يسير على قدميه، على رجليه، خد بالك، وماسك الخطام بتاع الجمل، الزمام، الحبل، وماشي بيها رايح يوصلها المدينة، ومالوش حاجة خالص. كل ما يمر كده، لما تمر فترة طويلة وتتعب هي وهو يتعب، عايزين الاستراحة، عايزين ينزلوا، كان ينيخ لها الجبل، الجمل بحركة معينة، الجمل بيفهم ان ايه ان اصحابه عايزين يقعدوه، الجمل بيفهم عايزين يقعدوه، فيروح جاي ينيخ الجمل يقعده ويتنحى هو الى ظل شجرة، يروح ينام، تنزل هي، تنزل هي والصبي الغلام، تروح تحت شجرة تانية تستظل، تستريح من عناء السفر. طيب عايزين يمشي، فيروح للجمل يجهزه، يقعده وبيخبرهم ان هما هينطلقوا، تيجي تقعد على الجمل، تركب على الجمل هي وابنها، ويقوم الجمل ويمسك الزمام بتاعه ويفضل ماشي بيه لحد ما تيجي الاستراحة. السكة دي كانوا بيقطعوها في 6 أيام أو على الأقل في 4 أيام، هيقعد 6 أيام مسافر أو 4 أيام استراحات، يتأخر عنها، كل ما هينزله يروح بعيد حتى تستريح هي. فلما وصلوا على مشارف المدينة قال لها زوجك في هذه القرية، وأشار لها إلى قباء، فادخليها على بركة الله. وقفل راجعا من وقته، من ساعته، جوزك جوه هنا، خشي على بركة الله، ورجع. طب إيه الأجرة؟ طب يروح عند جوزها يمكن يديله حاجة، يمكن يكرمه، طب خد أنت تعبت نفسك، طب أنت سافرت، ده أنت عملت، ده أنت تعطلت، ده أنت لا 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 لا. لا راح لزوجها وقال له أنا عملت وأنا سويت وأنا خدمتك وأنا عملت فيك جميلة وأنا عملت فيك معروف وأنا ما سبتكش ولا سبت زوجتك ولا حاجة خالص.
قال زوجك في هذه القرية فادخليها على بركة الله، ورجع. ده عربي، ده عربي صاحب أخلاق، صاحب سلوك، صاحب صفات. دخلت واجتمعت بزوجها، قالت أم سلمة والله ما أعلم أهل بيت دخل عليهم مثل ما دخل على بيتنا، ما فيش قصة تعمل فيها كده. هي والزوج والاب تعبوا في الموضوع ده، كلهم نالهم شيء يعني. وطبعا أبو سلمة قاعد في المدينة، يا ترى الزوجة جرالها إيه، يا ترى الولد جرالوا إيه، يا ترى تعالج من الشدة بتاعت إيديه، إيديه اللي اتخلعت دي وكتفه اللي اتخلع، أحوال صعبة. قالت وما رأيت أحدا من العرب أكرم في صحبته من عثمان بن أبي طلحة. طبعا تقصد غير النبي صلى الله عليه وسلم في الصحبة يعني، في السفر، في السفر ما شافتش حد بالكرم ده، بالأخلاق دي، بالرجولة والشهامة والشجاعة التي كان عليها عثمان ابن طلحة ابن أبي طلحة. شوف الأحوال عجيبة جدا. عثمان أسلم، فإحنا برضو بنقول يا ريت أخلاق الأخلاق العربية الأصيلة، الشهامة، الشهامة والنخوة والرجولة والعفة والمحافظة على العرض، عرض المرأة المسلمة، عرض المرأة المسلمة، لا نترك المرأة، لا نترك المرأة من غير حماية، من غير غيرة. العرض مهم جدا، الحفاظ على العرض والشرف، الحفاظ على النساء. دي كانت هجرة أبو سلمة وأم سلمة رضي الله عنهم وعن جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تتابعت الهجرة، بقيت الصحابة حيهجروا من مكة إلى المدينة مع نماذج أخرى من هجرات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي في لقاء آخر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.